الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة وفي هذه المباراة، مباراة ديربي آخر من ديربيات مدينة دبي ما بين النادي الأهلي وفريق نادي الوصل، وبالتالي المواجهة التي تجمع الفريقين للمرة الثانية هذا الموسم طبعا في بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم. يتذكر النادي الأهلي ويتذكر عشاق النادي الأهلي أن الفوز الأكبر لهم هذا الموسم كان على حساب الوصل في ملعب الوصل في زعبيل يوم ما فاز الأحمر 5-1، وبالتالي يتمنى أن يتكرر ذلك في هذه الأمسية في الجولة رقم 16 من مسابقة دوري الخليج العربي. حكم المباراة بالمناسبة هو نفس الحكم اللي أدار لقاء الفريقين في المباراة الأولى في الدور الأول، والعراق هنا ما بين هوغو فيانا والجهاز الفني للنادي الأهلي، والكل يعلم بأن هوغو فيانا شارك في لقاء الفريقين بالدور الأول وكان بقميص النادي الأهلي، ولكنه الآن يعود إلى استاد راشد بالنادي الأهلي مع طبعا فريق نادي الوصل بفانيلة نادي الوصل الإمبراطور، الذي يأمل أيضا في مباراة هذا المساء أن يسجل فوزه الأول في بداية الدور الثاني من دوري الخليج العربي. وبالتالي اليوم عندنا الأهلي الفريق الموجود في المركز السابع وهو بطل الدوري مع كوزمن في الموسم الماضي، سابع الدوري النادي الأهلي برصيد 23 نقطة بعد ما لعب 15 مباراة، 6 حالات فوز 5 تعادلات و4 هزائم مع الروماني اللي ما عرف إلا خسارة واحدة فقط في الملعب في الموسم الماضي أمام الوصل نفسه، ويومها ما كان كالديرون اللي معانا في الصورة مدربا لفريق نادي الوصل. اليوم النادي الأهلي بماجد ناصر، بعبد العزيز هيكل، وليد عباس، سالمين خميس، عيسى سانتو، اسماعيل الحمادي اللي معانا في الصورة، ماجد حسن، واللاعب الكوري الجنوبي الجديد بالمناسبة كيون جوون اللي يلعب مباراة الأولى بخميس النادي الأهلي، أسامة السعيدي المغربي، وريبيرو اللاعب البرازيلي، ولويس خيمينيز اللاعب التشيلي. أيضا هذه تشكيلة فريق النادي الأهلي اللي طبعا خرج منها وخرج من القائمة التشيلي كارلوس مونوز، وترك مكانه للاعب كيون وون اللاعب الكوري الجنوبي الذي ينضم لفريق النادي الأهلي. بداية المباراة فريق نادي الوصل بشعاره المعتاد الإمبراطور باللون الأصفر المعتاد، بيوسف الزعابي في المرمى، ياسر سالم، حسن زهران، وليد إسماعيل هزاع سالم، عبد الله أو عبد العزيز فايز، علي سالمين، هوغو فيانا، وكايو، وفابيو ليما، وإدرسون، وبالتالي تشكيلة فريق نادي الوصل في مباراة هذا المساء، المباراة اللي من خلالها يأمل النادي الأهلي للعودة للغة الانتصارات، وهي اللغة التي توقفت في مباراة ديربي الديرة عندما خسر أمام الشباب بهدف نظيف في المباراة الماضية. هذا عبد العزيز فايز حاضر في مباراة اليوم وحضر في مباراة فريق الماضي أيضا التي كانت أمام العين وخسرها الوصل، كما تابع الكل في ملعب في زعبيل بهدف نظيف، وبالتالي قادم النادي الأهلي من خسارة ويسعى للتعويض، وقادم نادي الوصل أيضا من خسارة ويسعى للتعويض في مباراة هذا المساء. لكن عادة وهكذا التاريخ الطويل الماضي ما بين لقاءات الفريقين ما بين النادي الأهلي وما بين أيضا فريق نادي الوصل، لقاءاتهم عادة ما تأتي عامرة بالأهداف وعامرة بالإثارة وعامرة بالندية، وعلى ذلك المنتظر الشيء نفسه في مباراة هذا المساء. هذه كرة تلعب الآن للبرازيلي إدرسون للأمام، نقلها ولكنها بعد ذلك تبعد، وعادت الآن للاعب اللي عند الكرة، اللاعب اللي يحتفظ بالكرة في الكرة الماضية وليد عباس، تعود الآن لفريق نادي الوصل. المباراة منذ اللحظات الأولى البداية هجومية، والكرة للفريق الأصفر للوصل، تعود الكرة في وسط الملعب الآن عن طريق اللاعب اللي حاضر بالقميص رقم 45 هو هوغو فيانا. مباراة ربما تبدو عاطفية جدا لهوغو فيانا لأنه يلعب ضد فريق السابق، الفريق الذي قدمه لكرة القدم الإماراتية والخليجية المرة الأولى
الأولى فريق نادي النادي النادي الأهلي. لكن الكل يعلم طبعا في لغة العرض والطلب وفي لغة الاحتراف الحقيقي لاعب يلعب اليوم مع فريق وغدا يلعب ضد نفس الفريق اللي ربما شارك لفترة من الوقت بألوانة. هذه محاولة المباراة في بداياتها الأولى. الدقائق الثلاث الأولى تعطينا انطباع جيد عن المستقبل القادم. طبعا لا أحد يعلم المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نتحدث عن مباراة فيها بداية جميلة، فيها بداية سريعة، ما في إطلاقا جس نبض من جانب الفريقين. المباراة تبدأ في استاد راشد من نادي الأهلي، بداية جيدة في اللحظات الأولى، وهذا المنتظر لأن التاريخ يقول أيضا بأن لقاءات الفريقين في السنوات الماضية في الدوري في استاد راشد من نادي الأهلي عادة ما تأتي عامرة بالأهداف. العام الماضي النادي الأهلي فاز هنا بهدفين لأحمد خليل وجرافيتي. وين جرافيتي الآن؟ جرافيتي موجود في قطر مع نادي السد، وأحمد خليل وينه الآن؟ موجود ولكنه في قائمة البدلاء طبعا بعد عودته مع المنتخب الإماراتي من أستراليا، بينما سجل ريكاردو أوليفيرا اللي ترك أيضا الوصل وعاد لبلاده البرازيل، هدف الوصل الأخير في آخر زيارة للإمبراطور لاستاد راشد بالنادي الأهلي. قبل ذلك في عام 2013 النادي الأهلي فاز بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف نظيف، أحمد خليل وخيمينيز واللاعب اللي معارف الصورة إسماعيل الحمادي سجلوا الأهداف الأربعة، مع أيضا يوسف محمد المدافع اللبناني اللي أيضا سجل الهدف الرابع في تلك المباراة. لكن النادي الأهلي في 2012 بالمناسبة فاز في هذا الملعب على فريق نادي الوصل بنتيجة كبيرة ربما ما كانت معتادة في لقاءات الفريقين، الحديث عن 6-2 عندما سجل خيمينيز الحاضر الليلة ثلاثة أهداف لفريق النادي الأهلي. يوسف محمد أيضا سجل، جرافيتي سجل في تلك المباراة، بينما سجل سلطان راشد وعمار مبارك هدفي الإمبراطور في تلك المباراة. هذا ريبيرا اللاعب البرازيلي، وهذا كالديرون اللي بالمناسبة في ذكريات بما بينه وما بين كوزمين، لأن أول مباراة للسيد كالديرون في كرة القدم الإماراتية عندما جاء مدربا في عام 2011 لنادي بنياس. اتصور عزيزي المشاهد مباراة الأولى في الدوري الإماراتي كانت ضد مين؟ ضد كوزمين اللي كان يومها مدرب العين، وكانت المباراة في ملعب الشامخة، وتعادلوا كالديرون وكوزمين بهدفين لهدفين في مباراة بنياس اللي كان يدرب طبعا كالديرون في مباراة الأولى، وكان طبعا السيد كوزمين مدربا في ذلك العام لفريق نادي العين، وكان التعادل هو النتيجة التي حضرت في أول مباراة للسيد كالديرون مدربا في كرة القدم الإماراتية. هذا ماجد حسن، طبعا تغييرات كثيرة يلحظها متابع دوري الخليج العربي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، ونرحب كذلك أيضا بالسادة المستمعين هذه المرة عبر صوت الملاعب الناقلين مع قنوات أبو ظبي الرياضية لدوري الخليج العربي. يلاحظ أيضا المشاهد ويلاحظ المستمع كذلك بأن هناك الكثير من التغييرات تحديدا في النادي الأهلي اللي أجرى طبعا العديد من التغييرات. بدأ الموسم مع جرافيتي، بدأ الموسم كذلك مع الروماني رادوي اللي أحضر الروماني أيضا السيد كوزمين من فريق نادي العين، ولكن بعد ذلك رحل جرافيتي ورحل أيضا كذلك رحل رادوي. والآن لدينا ربما تشكيلة فيها الكوري الجنوبي للمرة الأولى، لاعب ارتكاز يبدأ مباراة اليوم لاعب، بينما ماجد حسن في الكرة الماضية. ديربي، طالما هو ديربي في الوضع المعتاد إن احنا نشوف هذه الصورة، صورة الاحتجاج وصورة الاحتكاك، ولا نأمل حقيقة أن تذهب المباراة إلى ما هو أكثر من الوضع المعتاد من كرة قدم تلعب في أرضية الملعب. هذا هو المنتظر وهذا هو المأمول في مباراة اليوم. ولاحظ هنا لاعب نادي الأهلي في الدور الأول مع الأهلي، وطبعا هوغو فيانا هنا في حديث مع الزميل اللي كان زميله ولكنه تحول إلى منافس في مباراة الليلة، الحديث عن ماجد حسن. بعض العتاب ما بين الأصدقاء في مباراة هذا المساء، لكن مباراة من الآن أيها السيدات والسادة، يعني شخصيا ممكن أوعدكم بأهداف.
لأن الصورة المقدمة حتى الآن أسامة السعيدي في الكرة الماضية حاول والكرة بعد ذلك أبعدت من أمامه، لكن مباراة في الدقائق السبع الأولى تحديدا فيها سجال من جانب الفريقين، فيها تكافؤ كبير من جانب الفريقين، فيها محاولات جادة من جانب الفريقين. الأهلاوي في مباراة الليلة يقول لك هذه مباراة العودة طبعا للمنافسة اللي حتى الآن تقريبا محصورة ما بين الجزيرة والعين، والعين قبل هذه المباراة فاز وسجل حالة فوز كبيرة على نادي عدمان بسبعة أهداف لهدف واحد ووصل إلى 36 نقطة، وبالتالي المنافسة لاحظ الآن الفريقين الوحيدين اللي تقريبا يعني فيما بينهم المنافسة، لكن في قادم الجولات في قادم الأيام. لذلك الأهلاوي يعني قبل المباراة الفوز الآن لأن رصيده من النقاط 23 نقطة، فوزه في هذه المباراة يرفع رصيده إلى 26 نقطة، ربما هي بداية العودة للمنافسة من الباب الكبير. فريق نادي الوصل اللي عنده 19 نقطة موجود في المركز الثامن أيضا يبحث عن الفوز، إن فعل ذلك فإنه يصل إلى 22 نقطة ويدخل إلى المنطقة الدافئة في دوري الخليج العربي، في منطقة دافئة اللي هي منطقة الوسط وفيها منطقة باردة جدا وهي منطقة الابتعاد عن الهبوط، وفي منطقة ساخنة للغاية وحتى الآن هي منطقة فيها فريقين لا ثالث لهما، فريقي الجزيرة والعين ب 36 نقطة بالتمام والكمال. ضربة حرة مباشرة 8 دقائق 9 دقائق أولى، ضربة حرة مباشرة لفريق النادي الأهلي أو نادي الوصل عفوا، لكن الحيطة هي للنادي الأهلي، وأمامنا قائمة من البرازيليين. البرازيلي اللي واقف أمام الكرة هو ريبيرو، وهذا الإماراتي الدولي ماجد ناصر الوصلاوي سابقا، وهذا اللاعب فابيو ليما بالقدم اليمنى. ليما فابيو ليما يتقدم الآن، طبعا فابيو ليما المعار اللاعب الشاب، كرة جميلة من فابيو ليما لاعب أتلتيكو بارانيسي أو فابيو أتلتيكو جيوانيسي المعار، طبعا لاعب شاب بالمناسبة برازيلي صغير في العمر، عمره يدوب 21 سنة فابيو ليما، لكن الكرة الماضية البرازيليين يقولون هذه مو بكرة عالية، مو بكرات البرازيليين في الضربات الحرة المباشرة، لكنه نفذ الكرة الماضية خارج أرضية الملعب، ربما تهديد أول في المباراة يأتي بعد 10 دقائق من بداية المباراة. حسن زهران أبعد الكرة الماضية، تعود الآن، وصلت من الحمادي، نقلت لعبد العزيز هيكل. تصور عزيز المشاهد ما بين لقاء الفريقين بالدور الأول ولقائهم هذه الليلة، أربعة لاعبين فقط من النادي الأهلي شاركوا في المباراة الأولى ويحضرون الليلة في التشكيلة الأساسية. الحديث عن ماجد ناصر، الحديث عن وليد عباس، الحديث عن سالمين خميس، والحديث عن خيمينيز، فقط هم الأربعة اللي لعبوا في الدور الأول في مباراة الفوز الكبير 5-1 ويحضرون الليلة. في المقابل أربعة لاعبين أيضا شاركوا في لقاء الدور الأول من الوصل ويحضرون الليلة. هزاع سالم موجود في المباراة اليوم ولعب الدور الأول، كايو وفابيو ليما وإيدرسون الثلاثي البرازيلي شاركوا في الدور الأول مع الوصل وأيضا يحضرون في مباراة اليوم. سبع لاعبين من الأهلي شاركوا في المباراة الأولى ولا يحضرون في بداية هذه المباراة، وسبع لاعبين أيضا من الوصل بدوا أساسيين في المباراة الأولى ولا يحضرون في هذه الليلة. وفي جانب الوصل أيضا المدرب اللي كان يقابل كوزمن في لقاء الدور الأول كان البرازيلي كامبوس جورجينيو، ولكن يحضر اليوم المدرب الأرجنتيني السيد غابرييل كالديرون. هذا هو اللاعب فابيو ليما، في شبه شوي من كثير من تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان النجم البرازيلي الكبير اللي عنده حركة في غاية الروعة في مباراة فريق باريس سان جيرمان واليوم عندما دخل طبعا مع الأطفال، لأن عادة عندما تدخل الفرق في الدوريات الأوروبية يدخلون طبعا كل طفل يقود لاعب من لاعبي الفريق. لاحظ تياغو سيلفا أن أحد الأطفال في غاية
كانت البرودة، الجو كان قارس البرودة في ملعب جيرلان في ملعب ليون. وبعد ذلك طبعا اللقطة الرائعة جدا اللي تنقلتها وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، طبعا كان الحديث عن التصرف الراقي من الكبير تياغو سيلفا عندما خلع طبعا الجاكيت وألبس للطفل الصغير حتى يتقي البرد القارس في مدينة ليون عندما كانت المباراة تلعب في تلك الليلة من الأسبوع الماضي. هذه كرة إلى خارج أرضية الملعب من ماجد ناصر. مباراة كما ذكرت قائمة وعلى كافة الاحتمالات هذا المساء. انطلاقة الآن فيها مرور لهزاع سالم، واحد من أربعة شاركوا في لقاء الدور الأول ويحضرون هذا المساء. الكرة تعود الآن وتصل لماجد حسن. اليوم عندنا أكثر من دولي بالمناسبة موجود في قائمة البدلاء وتحديدا من النادي الأهلي، يعني الدوري الإماراتي حبيب الفردان موجود في قائمة البدلاء، أحمد خليل الدوري الإماراتي العائد من الإصابة أيضا موجود في قائمة البدلاء، عبد العزيز صنقور الدوري الإماراتي أيضا موجود في قائمة البدلاء. شيء غريب أليس كذلك أن يكون في لاعب دولي مع منتخب بلاده أساسي ولكنه موجود في قائمة البدلاء؟ ربما العذر بعض العذر لأحمد خليل لأنه راجع من إصابة. لاحظ هنا الحديث ما بين وحيد إسماعيل وخيمينيز، وخيمينيز بمناسبة من اللاعبين اللي يفضلون شباك الوصل تاريخيا، عنده 7 أهداف منها هاتريك في لقاء الفريقين في الدور الأول، وبالتالي ربما حسابات من جانب الوصل ولاعبيه ومدرباء يعرفون قيمة خيمينيز اللاعب اللي كان مرشح للمغادرة لكن غادر كارلوس مونوس. وهذه كرة خطيرة، تسلل، التسلل موجود في الكرة الماضية. نعم يعني لاحظ الكرة الماضية وحالة التسلل. وبالمناسبة عمار الجنيبي المباراة بدأت سريعة جدا، وما ذكرنا المشاهد والمستمع بطاقم التحكيم عمار الجنيبي اللي يبتسم الآن مع لويس خيمينيز، بالمناسبة هو اللي أدار لقاء الفريقين بالدور الأول. أنا ما أدري لجنة الحكام ما عندها بعض الاعتبارات مثلا، يعني والله عمار الجنيبي حكم الفريقين بالدور الأول. ممكن يعني يقول لك والله وصل خسر 5-1 امام الاهلي وكان عمار الجنيبي الحكم، ما له دخل طبعا في كرة القدم، لكن اتكلم عمار الجنيبي يدير مباراة اليوم. نتائجه ونتائج الاهلي مع عمار الجنيبي ممتازة بالمناسبة، يعني الفوز على الوصل 5-1 والفوز على الوحدة في ابو ظبي 2-1 والمرور لاسماعيل الحمادي، النقلة جميلة، الكرة لضربة ركنية، الكرة لضربة ركنية، ياسر سالم أبعد الكرة الماضية إلى ضربة ركنية، شايف المرور المعتاد لإسماعيل الحمادي إلى ضربة ركنية، وهنا ما بين الحمادي وماجد حسن طبعا الدوليان مع منتخب الإمارات المتألقان مع فريق النادي الأهلي. ضربة ركنية ربع ساعة مرت أيها السيدات والسادة في كل مكان، ولا زالت الأمور عند التعادل السلبي بدون أهداف. وكما ذكرت في لقاء بهكذا بداية كل شيء وارد، كل شيء ممكن في لقاء هذا المساء. حضور كبير طبعا على مستوى جماهير النادي الأهلي الأكثر حضورا، وبعض الحضور لكن أقل طبعا من الجماهير الوصلاوية. وهزاع سالم مع خيمينيز كما ذكر يعرف طريق أو طريق الشباك، وهذه كرة خطيرة للأمام أبعدت وعادت ووصلت الآن للكوري الجنوبي الضيف الجديد القادم لدوري الخليج العربي، كيون وود اللاعب القادم من نادي جونبون هايونداي طبعا الكوري الجنوبي، لاعب شاب عمره 23 سنة لاعب منتخب طبعا. وهذه كرة خطيرة ولكن حالة التسلل نعم موجودة في الكرة الماضية على خيمينيز. حاول النادي الأهلي أنه يعوض رحيل طبعا جرافيتي كارلوس مونوز. أنا قلت في مباراة الشباب في الديربي الماضي ليس لاعب مهاجم صريح. مباراة اليوم لو تلاحظون أيها السيدات والسادة الأهلي بلا مهاجم صريح، هذا عبد العزيز فايز القادم من فريق العين، وهنا كرة خارج أرضية الملعب ورمي تماس بعد إبعاد من عبد العزيز هيكل. عندنا سانتو عيسى أحمد سانتو في الجهة اليسرى، عبد العزيز هيكل موجود في الجهة اليمنى، سالمين خميس ووليد عباس قلبي الدفاع طبعا، رحل أيضا النجم بشير سعيد إلى الجزيرة، وبالتالي هذه الكرة نقلت الآن وصلت في الأمام إلى ريبيرا، بعد لحارس المرمى يوسف
الزعابي حارس مرمى ممتاز ما شارك في لقاء الفريقين بالدور الأول لأن الحارس كان عبيده الطويلة، ولكنه يلعب اليوم مباراة ممتازة قدمها لفريق أمام الحين مع الخسارة بهدف. وهذا كالديرون المدرب اللي مباراة اليوم عنده في كرة القدم الإماراتية رقم 48، 32 مباراة كان مع فريق نادي بنياس، وكان ذلك في 2012، وعنده 15 مباراة مع فريق نادي بنياس عفوا مع فريق الوصل، لأنه طبعا ما بدأ الموسم مع الوصل، بينما السيد اللي عنده الآن 65 مباراة بمباراة اليوم مع فريق النادي الأهلي من المدربين اللي لهم اسم كبير في كرة القدم الإماراتية بطبيعة الحال. وهذا ماجد حسن، وهنا وحيد إسماعيل أيضا ما بدأ أساسي في مباراة العين الماضية ولكنه يبدأ أساسي في مباراة اليوم. محاولة عن طريق عبد العزيز هيكل، حسن زهران أبعد الكرة الماضية وصلت لأسامة السعيدي المغربي القادم من ليفربول الإنجليزي، محاولة المرور محاصر وهذا وضع طبيعي، مباراة ممكن ما تشوف فيها أماكن أو مساحات خالية كثيرة. أسامة السعيدي كرة جميلة تنقل في المكان السليم، والإبعاد يأتي الآن أيضا من جانب هزاع سالم في الكرة الماضية. صعب جدا أنك تلعب في الجهة الموجود فيها إسماعيل الحماني، لاعب مزعج، لاعب ما يريح المدافعين، لاعب سريع، لاعب مراوغ، لاعب أيضا يسجل الأهداف، وبالتالي لاعب عنده قيمة سواء مع منتخب الإمارات الوطني أو مع فريق النادي الأهلي. وهذا هو أيضا علي سالمين، علي سالمين أيضا ما شارك في لقاء الفريقين بالدور الأول لأن مكانه كان أحمد الشامسي. هوغو فيانا مثلا كان يلعب في فريق النادي الأهلي في لقاء الفريقين بالدور الأول، وسالم عبد الله كان هو اللاعب اللي يلعب في هذا المكان في لقاء الفريقين بالدور الأول. عبد العزيز فايز ما شارك في لقاء الفريقين بالدور الأول، كان مكان البرازيلي اللي تم الاستغناء عن خدمات نيتو فيرولا. وهذه الكرة وصلت الآن للاعب اللي عند الكرة عالية خطيرة، جول جول، الوصل يسجل أولا هدف وصلاوي جميل. نعم جميل جميل، الكرة الماضية شبيه تياغو سيلفا، فابيو ليما، نعم فابيو ليما شبيه تياغو سيلفا الكرة الماضية. شوف عبد العزيز فايز، ثم العرضية المثالية ثم الراسية المثالية، هدف للوصل. الإمبراطور يتقدم على النادي الأهلي في استاد راشد من نادي الأهلي، كرة راسية جميلة. الأجمل من الهدف ما قبل الهدف، بداية الهدف، بداية الهجمة، والوصلاوية في غاية السعادة لأن الفريق الآن يتقدم في استاد راشد بالنادي الأهلي. هل يذكر الوصلاوي آخر مرة فاز فيها فريق نادي الوصل هنا في استاد راشد؟ هذا يعود إلى حقيقة 2011 عندما فاز الوصلاوي هنا بهدفين لهدف واحد، وسجل دوندا وسجل اللبناني يوسف محمد بالخطأ في شباك فريق لصالح الوصل، بينما سجل الراحل الكبير جرافيتي جرافا هدف النادي الأهلي الوحيد، وكان ولا زال آخر حالة فوز للإمبراطور عندما يزور هذه القلعة استاد راشد في النادي الأهلي ويعود منه منتصرا. هذه محاولة الآن وحكم المباراة يحيل وفي إنذار على لاعب فريق نادي الوصل، أعتقد أنه على وحيد إسماعيل. نعم الإنذار، لكن هدف المباراة الأول يسجل، والهدف اللي قلنا بأنه مباراة بهذه بداية بهكذا بداية من المفترض أنها تكون الأهداف حاضرة. الهدف الأول وصل الآن للوصل، والوصل يأتي بالهدف الأول، والكرة كانت في غاية الروعة، الهدف الجميل المنقول، محاولة عالية وللأمام الآن، والكرة بعد ذلك تبعد، لكن شكل الوصل جميل في هذه الأمسية. هذه الكرة وصلت الآن إلى كايو، المرور الجميل، يا سلام نقل الكرة حلوة من ماجد،
حلوة من ماجد ناصر، حلوة من ماجد في الكرة الماضية، نعم أبعد الكرة بتصرف راقي من حارس مرمى منتخب الإمارات ماجد ناصر. فهد وليمة هدف المباراة الأول، وهذا هو أسامة السعيدي لا زال يبحث عن هدف الأول في دوري الخليج العربي، ولا زال أيضا يبحث عن هدف الأول. لا أحد يعلم متى يأتي الهدف الأول لأسامة السعيدي، ممكن في الدوري، ممكن في كأس الخليج، لا خلاص كأس الخليج العربي خلاص للنصر، حقيقة بطولته الأولى وفي هذا الملعب النصر حقق بطولة الأولى، لكن ربما يأتي في كأس مسابقة كأس سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة، وربما أيضا في بطولة دوري أبطال آسيا، لأن الكل يعلم بأن نادي الأهلي سيمثل الإمارات في دوري أبطال آسيا، وسيكون في مجموعة حقيقة أيضا تستوجب الحذر. فريق نساف الأوزبكي، فريق تراكتور الإيراني، والفائز من مواجهة خليجية ما بين الأهلي السعودي وفريق القادسية الكويتي أيضا، والمباراة الأولى ستكون يوم 25 من الشهر الحالي فبراير ما بين الفائز من الأهلي السعودي والقادسية الكويتي، هي مباراة النادي الأهلي الأولى في دوري أبطال آسيا. هذه الكرة تلعب الآن، صورة ممتازة يقدمها الفريقين في شوط المباراة الأول، وهدف، وهذه الكرة جميلة منقولة، يوسف الزعابي حارس المرمى يسيطر على الكرة الماضية. بعض الأهلاوية يقول لك يا أخي أسامة السعيدي سجل في مباراة الاتحاد في مباراة ودية، الوديات شيء لكن الرسميات، الأهلاوية ودهم بهدف لأسامة السعيدي في مباراة رسمية وليست في مباراة ودية. هوغو فيانا الأهلاوي السابق، ولكنه الآن يلعب طبعا هنا مع فريق نادي الوصل ويؤدي حتى الآن بعد 23 دقيقة. أيها السيدات والسادة، أيها المستمعون الكرام عبر صوت الملاعب، مباراة جيدة من أجمل 23 دقيقة حتى الآن في اعتقادي في دوري الخليج العربي. خطأ صافي لعمار نجميبي، وفي إنذار على ماجد حسن. هذا الحكم الذي معه فريق الوصل لعب مباراتين وخسر في المرتين وبنتائج كبيرة بالمناسبة هذا الموسم، 1-5 أمام الأهلي في لقاء الدور الأول، وخسر أمام الجزيرة في أبوظبي بهدفين لأربعة أهداف، كان أيضا هو الحكم ولاحظ الكرة الماضية من إيفرتون ريبيرا عند يوسف الزعابي حارس المرمى، بينما هنا لويس خيمينيز، هذا يوسف الزعابي حارس مرمى ممتاز يقدم حضوره بشكل ممتاز مع فريق نادي الوصل، بينما هنا لدينا وليد عباس حضور في مباراة اليوم جيد الحضور، مع أن اليوم طبعا جمعة وإجازة، والمباراة أيضا كما ذكرت في مشكلة عندنا، ما يعني قال لك التشفير، هي مباراة التشفير ممكن يجيب ناس جمهور، مع التشفير العدد قل بالمناسبة، مع تشفير المباريات، مع تشفير بعض المباريات في دورينا أيضا الجمهور ما يقبل المباريات على الهواء مفتوحة، ما حلو. قالوا والله أيام خلوا المباريات في أيام تكون عطل، يعني أيام عطل أيضا ما اليوم جمعة مثلا، ومباراة في دبي، ومباراة ما بين فريقين بقيمة الأهلي وقيمة الوصل، والمنافسة التقليدية المعتادة ما بين الفريقين، أيضا الحضور وإن كان جيد ولكنه لا يرتقي للحضور حقيقة المعتاد في لقاءات قمة بهذا الوزن وبهذه القيمة، لكن هذه الكرة تلعب الآن. السؤال الآن، إلى أي مدى يستطيع الوصلاوي الحفاظ على التقدم والأداء الممتاز المسجل؟ والسؤال أيضا في نفس الاتجاه، إلى أي مدى يستطيع فريق النادي الأهلي العودة في مباراة هذا المساء؟ هذه الكرة تبدو خطيرة، الكرة الماضية نعم كانت من إيدرسون في الكرة الماضية حاول وكرته كانت عالية بعض الشيء على مرمى فريق النادي الأهلي، لكن يصل الوصل، وهذا هو السيد كالديرون مدرب فريق نادي الوصل أرجنتيني زيارته وعمل الثاني في دولة الإمارات، وهذه الكرة تلعب للأمام الآن، إبعاد الكرة الماضية
لدي ذكريات مرة واحدة كالديرون زار هذا الملعب عندما كان مدرب لبنياس، ولديه ذكرى ليست جيدة لأنه عندما زار هذا الملعب مع بنياس في عام 2012 خسر بأربعة أهداف لستة وسجل أربعة أهداف في هذا الملعب، ولكن الأهلي فاز على بنياس يومها بستة أهداف لأربعة. عنده ذكرى أخرى ليست جيدة عندما كان مدرب للسماوي عندما خسر أمام الهلال في دوري أبطال آسيا في عام 2012 7-1، لكن عنده ذكريات جيدة، عنده ذكريات جيدة. والآن في خطأ على هذا اللاعب، وهذا اللاعب هو لويس خيمينيز، وهذا هو وحيد إسماعيل عند حارس المرمى يوسف الزعابي. لكن للأمانة وقبل لحظات كنت أتكلم عن كالديرون، كالديرون نقل الوصل نقلة كبيرة جدا في شكل الوصل، حتى بعض المباريات اللي خسرها الوصل تشعر بأن الوصل في صورة مختلفة عن وصل البدايات الأولى في هذا الموسم. يعني وصل جورجينيو كامبوس مثلا الظهير الدولي الكبير سابقا مع منتخب البرازيل بطبيعة الحال ما كان مقنع إطلاقا، الخطوط غير مترابطة غير متجانسة، تشعر بأن هذا الرجل في وقت ليس بالطويل استطاع أن ينقل الفريق نقلة كبيرة جدا. ولذلك إدارة نادي الوصل حقيقة وضعت يدها على الجرح القديم، على المشكلة الأزلية في نادي الوصل، وهي تغيير المدربين في كل موسم. أنت تصور عزيزي المشاهد من عام 2010 وحتى الآن نادي الوصل يعني غير بدل من المدربين من العدد ما يبدو مخيفا جدا، يعني نتكلم عن عدد أعتقد 14 مدرب للوصل من 2010 حتى يومنا الحالي. ألمانيا العظيمة في كرة القدم، ألمانيا التاريخ، غيرت 10 مدربين في كل تاريخها. يا جماعة الخير دائما نتكلم عن الاستقرار، الاستقرار يؤدي إلى النجاح، ولذلك تجديد العقد حتى 2017 مع المدرب الأرجنتيني السيد كالديرون، لأن إدارة الوصل ترى بأن هناك عمل كبير، وهذه كرة من البرازيلي اللي جاء بالسعر الكبير ب9 مليون يورو لنادي كروزيرو، لكنهم في الكرة الماضية سدد بهذه الصورة. لاحظ هذا الرجل يقول ما الذي يحدث، ما الذي يحدث، هو أحمد علي شاه، هذا هو كالديرون. كان زميل مارادونا طبعا عندما توجت الأرجنتين بلقب مونديال عام 1986، كان أحد اللاعبين مثل بلاده في 29 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا. هذا هو الأرجنتيني السيد كالديرون، مدربا كان في العام الماضي في نادي ريال بيتيس الإسباني، ولكنه يعود مرة أخرى إلى كرة القدم الخليجية والإماراتية تحديدا، وهذه المرة مدربا للإمبراطور، والإمبراطور يتقدم الآن على الفرسان في استاد راشد من نادي الأهلي. مباراة جميلة للأمانة حتى الآن تقدم من جانب الفريقين، الكرة تبدو عالية ولكنها اصطدت بها الظهير الأيمن في الكرة الماضية، اصطدت في صاحب الهدف فابيو ليما. محاولة الفريق النادي الأهلي، وضع طبيعي جدا أن نشاهد الفريق الأحمر هو الفريق اللي يهاجم، ووضع طبيعي كذلك أن نشاهد الفريق الأصفر هو الفريق الذي يدافع، لأن الفريق اللي متقدم الآن يحافظ على نتيجته وهي تقدمه، والفريق المتأخر وهو النادي الأهلي في أرض ما بين جماهيره بطبيعة الحال لا يريد أن تمر الدقائق وأن ينتهي الشوط الأول مثلا وهو متأخر بهدف على في أرضه وما بين جماهيره. هذه الكرة لعبد العزيز هيكل، الآن المحاولة الأمام من جانب ماجد حسن، دفاع جيد محكم من جانب فريق نادي الوصل، للأمام من جانب ريبيرو عند الكرة الآن، اللاعب الدولي البرازيلي مع منتخب بلاده في 4 مناسبات، استدعى دونجا طبعا في الأيام الماضية ولعب آخر مباريات أمام كولومبيا، وهذه الكرة للأمام، ولكن حالة تسلل تبدو بالفعل في الكرة الماضية على المتقدم، وهذا هو المساعد الأول في مباراة اليوم. عندنا محمد أحمد يوسف اللي كان قد أشار برايته، عندنا حسن أحمد الحمادي مساعد ثاني، عندنا عبد الله راشد الحكم طبعا، وهذا هو الكوري الجنوبي
الحاضر في مباراة اليوم. شايف الكوريين كثروا في دورينا، لأن أيضا نادي الإمارات قدم أمس لاعب الكوري الجنوبي في مباراة الخسارة أمام الجزيرة المتصدر بهدفين في إمارة رأس الخيمة. ليونغ أيضا اللاعب الكوري الجنوبي المتعلق مع العين الإماراتي كذلك. رامي تماس، ياسر سالم معنا في الصورة، يذكرنا طبعا بياسر سالم المهاجم الكبير في كرة القدم الإماراتية، ومع العنابي الوحداوي أيضا في الماضي محلل قنوات أبو ظبي الرياضية الآن النجم ياسر سالم. ولكن هذا ياسر سالم آخر بطبيعة الحال، ما هو مهاجم ولكنه منذ سنوات أيضا مع فريق نادي الوصل. والوصل الآن لديه ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، مباراة في قائمة على كافة الاحتمالات. 31 دقيقة، نقترب الآن من الدقيقة 32. السعادة الآن على محيى الجماهير الوصلاوية. ضربة حرة مباشرة، وهوغو فيانا على التنفيذ، البرتغالي عالية وللأمام، وماجد سالم يسيطر على كرة الماضية بصورة ممتازة. واحد لا شيء، آخر حالة فوز للوصل على فريق النادي الأهلي حدثت في 2011، كانت في بطولة الكأس يوم ما سجل الإسباني خافير يستي، خافير يستي اللي أيضا كان يعني خافير يستي كان مع فريق الوصل، لكن بالدوري آخرها في عام 97، يعني من سنوات طويلة جدا، يوم ما سجل جاسم محمد، وكانت المباراة في استاد راشد، في ملعب الوصل وليس هنا. آخر مرة فاز الوصل على النادي الأهلي بهدف نظيف في بطولة الدوري يعود إلى عام 97، وكان الهدف لجاسم محمد. هذا هو السيد طبعا كوزمين، هذه رابع مواجهة بالمناسبة تجمع كوزمين وكالديرون. تعادل كما ذكرت عندما كان السيد كوزمين مدربا للعين، وكان كالديرون في مباراة الأولى مع بنياس 2-2. هذه محاولة الأمام في مكان خطير، لازالت خطيرة، وماجد ناصر في الكرة الماضية. لكن تشعر بأن الوصل في كل مرة، في كل مرة يصل فيها إلى شباك أو يصل فيها إلى ملعب أو إلى مرمى النادي الأهلي هو قادر على التسجيل. يعني سريع جدا في وصوله، وخطير جدا كذلك في وصوله، وبالتالي حتى الآن في عند أفضلية فريق نادي الوصل. هوغو فيانا، محاولة قائمة لإدرسون، لكن عن جد عن جد اللي شاف النادي الأهلي العام الماضي بأرقام مرعبة بكل معنى الكلمة، خسارتين عبر الموسم كله في الدوري. الآن النادي الأهلي والدوري لا زال مستمر عنده 4 هزائم، العام كان متصدر الكل عند هذه المرحلة، الآن موجود في المركز حقيقة 7. يعني على مستوى تغيير الأجانب، ربما الفريق الأكثر تغييرا وتبديلا للاعبين الأجانب. هذا واحد منهم، أسامة السعيدي اللي يأتي لأن يعوض اللاعب سياو بطبيعة الحال المصاب في المباراة الأولى أمام الشارجة في الجولة الأولى، عن طريق ماجد حسن وصلت لي اللاعب الكوري الجنوبي كيون وور، اللاعب الشاب. محاولة للأمام من كايو كوريا، اللاعب البرازيلي عند ماجد ناصر، عندنا ماجد حسن، عندنا ماجد ناصر، وهذه المحاولة تلعب الآن، خطأ من عمار الجنيبي لصالح إسماعيل الحمادي، ضربة حرة مباشرة على حسن زهران. هذا اللاعب عليه انه يكون حذر، لان يعني فريق الوصل بالمناسبه عنده 5 حالات طرد هذا الموسم، من اكثر الفرق تعرضا لحالات الطرد، وحسن زهران بالمناسبه طرد 2 هذا الموسم، وبالتالي عليه انه يكون حذر. يعني اخرها امام الظفر عندما خسر، والوصل بالمناسبه قادم من 3 هزائم متتاليه.
خسر أمام الجزيرة 2-4 في آخر مباريات الدور الأول، خسر مع بداية المرحلة الثانية أمام الظفرة في المنطقة الغربية بهدف لـ3، وخسر في الجولة الماضية أمام العين، وبالتالي فوز الآن على حساب النادي الأهلي بعد 3 هزائم متتالية، شيء يعيد البسمة على محيا عشاق فريق نادي الوصل. ضربة ركنية عالية وللأمام بالرأس ستبعد الآن، ومحاولة قائمة من إسماعيل حمادي، وصلت الآن إلى إيفرتون ريبيرو عالية، يوسف الزعابي يخرج أيضا في توقيت سليم ويحصل على الكرة الماضية. هذا لويس خيمينيز في لاعب مصاب الآن اللي هو وحيد إسماعيل قائد فريق نادي الوصل. والشوط الأول من المباراة المشاهدين الكرام مستمعين في كل مكان، كما ذكرت يعني الوصل خارج أرضه حقق الفوز 3 مرات هذا الموسم، فاز على الشارجة بهدف نظيف، فاز على الإمارات في رأس الخيمة 3-2، فاز على الفجيرة في إمارة الفجيرة بلحظة الكرة الماضية من جانب إدرسون، وماجد ناصر كان في الموعد، بينما خسر الوصل خارج أرضه 4 مرات، خسر أمام العين في العين، وأمام بنياس في بنياس، وأمام الجزيرة في أبوظبي، وأمام الظفرة في المنطقة الغربية، وخارج أرضه تعادل فقط في مباراة واحدة وكانت أمام النصر في استاد المكتوم بنادي النصر بدون أهداف، وهي النتيجة السلبية الوحيدة بالمناسبة، يعني المباراة الوحيدة اللي يلعب فيها الوصل في الدوري ولا تشهد أهدافا، كانت مباراة فريق الوصل أمام النصر في الدور الأول. المباراة طبعا توقفت الآن لأن هناك لاعب مصاب، سلامات إن شاء الله تعالى. لاحظ هنا الجماهير الأهلاوية وكأنها تتساءل، يعني ما الذي حدث لبطل الدوري في الموسم الماضي؟ أنت ممكن تتراجع لكن مو بالصورة هذه. يعود الآن وحيد إسماعيل، والمباراة تستأنف الآن، عندنا كرة عند حارس المرمى. شوف الاهلي، يعني الاهلي الفريق اللي يسجل عدد اهداف اقل في الشوط الاول 9 اهداف، اهداف اكثر نسبيا في الشوط الثاني 14 هدف، والان يستقبل الهدف التاسع في شباكه في الشوط الاول مقابل 8 اهداف في الشوط الثاني في مبارياته الماضيه، بينما الوصل يسجل اكثر في الشوط الاول عنده 15 هدف حتى ما قبل هذه المباراة في الشوط الأول، والآن يسجل أيضا في الشوط الأول، وبالتالي صار عنده 16 هدف في الشوط الأول، أهداف الوصل أقل في الشوط الثاني 10 أهداف، لكن الوصل يستقبل أهداف أقل في الشوط الأول 7 أهداف، ولكنه يستقبل الأهداف الأكثر في الشوط الثاني فريق نادي الوصل 16 هدف. سلامات إن شاء الله تعالى، أعتقد أنه أسامة السعيدي والسيد كوزمن والنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي، يعني وكأنهم يقولون يعني اللي فينا كافينا، اللي فينا كافينا، يعني مو محتاجين إصابة جديدة الآن، لأن الفريق وضعيته ليست جيدة، نتائجه ليست في أفضل حال، بطل الدوري في المركز السابع متأخر بفارق كبير جدا من النقاط من المتصدرين من الجزيرة والعين. أجرى إدارة النادي عملية طبعا تبديل للاعبين، لكن حتى الآن النتائج لا تأتي، وهذه كرة الأمام، ولا زال النادي الأهلي بعد رحيل جرافيتي طبعا لا زال يلعب بلا مهاجم صريح، المهاجم الصريح الوحيد اللي يملك الآن هو اللاعب الموجود في قائمة البدلاء، وبالفعل أعتقد لويس خيمينيز مصاب، وبالتالي أشاهد الآن يغادر خارج أرض الملعب، وبالتالي النادي الأهلي الآن يلعب بـ10 لاعبين، النادي الأهلي يلعب بـ10 لاعبين في هذه اللحظات، هذه الكرة تلعب الآن عن طريق سالمي الخميس، عبد العزيز هيكل، وصلت لريبيرو، منتظر منه الكثير هذا اللاعب، منتظر منه الكثير لأن أيضا جاء بسعر كبير، حديث عن 23 مليون يورو لأن راتبة، وهكذا يقال يعني راتبة السنوي لـ4 سنوات 4 مليون يورو في السنة الواحدة، وهذا طيب الذكر الشياوي، هذا
اللاعب الذي عندما أصيب في المباراة الأولى في مباراة استاد الشارجة أمام الشارجة، بعد ذلك حقيقة غاب وبغيابه ربما تراجع فريق النادي الأهلي بشكل كبير. لا زال الهدف الوحيد مسجل لفابيو ليما، ولا زال الهدف الوحيد حتى الآن لفريق نادي الوصل المتقدم، والفريق اللي في اعتقادي يقدم واحدة من أفضل مبارياته. هذا اللاعب الجديد الآن، أنا ما أدري ليش النادي الأهلي ما أجرى تبديل، يعني لا زال لويس خيمينيز ممكن في تفكير السيد ممكن في تفكير السيد كوزمين بأنه ربما يعود لويس خيمينيز إلى أرضية الملعب، لكنه غادر أرضية الملعب ربما للعلاج، ربما يعود بعد ذلك، لكن النادي الأهلي لا زال يلعب بعشر لاعبين منذ الدقائق الثلاث الماضية، وكرة مرتدة الآن، وأسامة السعيدي هذه نقطة قوة أسامة السعيدي في المراوغة، في السرعة، في أن يأتي بالعرضيات، محاولة موجودة، الكرة فيها مرور جميل، خطيرة، فرصة للأمام، وكانت خطيرة للنادي الأهلي. نعم، وليد عباس قال لك لا لاعبي الوسط ولا المهاجمين عملوا شيء، خلني أحاول، تقدم للأمام بصورة ممتازة. طبعا لاحظ هذه الكرة اللي أصيب فيها خيمينيز، طبعا الخطأ في الكرة الماضية كان يبدو على خيمينيز، بعد ذلك طبعا أصيب ترك الملعب، ولا زال كما ذكرت، لكن عن جد يعني حتى الآن الأهلي ما بدأ. عالية وللأمام من إيدرسون، استقبال جميل، فابيو ليما، مرور، كرة خطيرة، فرصة، وضربة ركنية. خطير الوصل الأصفر، خطير جدا، تأخرت كثير يا كوزمين. شوف أنا ما أدري وين أصيب، ربما أصيب هنا. نعم، لكن في اعتقادي سلامات لخيمينيز، لكن في اعتقادي أن أربع دقائق خمس دقائق يلعب النادي الأهلي ناقص العدد. ضربة ركنية للأمام خطيرة جدا، وفي ضربة ركنية أخرى، واحد من أسرع الأشواط في دوري الخليج العربي، شوط سريع جدا، والكرة ما توقفت كثير للأمانة، وهذا يحسن للاعبي الفريقين وأحمد خليل الآن وأيضا نادي الوصل. يعني الوصل راح يجري تبديل، النادي الأهلي سيجري تبديل، أحمد خليل في الطريق للمشاركة الآن، وفريق الوصل الآن بإدخال عبد الله محمد كاظم، لكن أحمد خليل قبل ذلك مكان لويس خيمينيز. ضربة ركنية راح تكون عالية، هي عالية للأمام داخل منطقة الجزاء، والكرة بالرأس من جانب اللاعب كايو كوريا، لكن هو مو من كوريا، هو من البرازيل، كايو كوريا اللاعب البرازيلي الممتاز مع فريق نادي الوصل. ومهما جاء اللاعبون ومهما حقيقة كانت الأسماء، ففي اعتقادي أن أهم لاعب جاء وواحد من خيرة إن لم يكن أفضل لاعب أجنبي مر على دورينا طبعا هو اللاعب الغاني محمد بولو. هذا ما كان لاعب كرة قدم، هذا كان ساحر كرة قدم بكل معنى الكلمة، صدقوني. الجيل الجديد من عشاق ومتابعي كرة القدم ربما كثير من العالم ما شافوا محمد بولو، صدقوني والله، هذا رأي شخصي بالمناسبة، يعني عشان ما يقولوا والله الكعبي بالغ شوي، لو ظهر بولو في هذا التوقيت الآن في عام 2014، لو ظهر محمد بولو الغاني اللي قدم شيء من السحر مع الوصل في الثمانينات، لكانت الآن ربما يلعب في أفضل أندية العالم، بلا منازع محمد بولو. الشوط الأول من المباراة انتهى الآن، ونلعب على الدقيقتين المحتسبتين كوقت بدل ضايع. لازلت عند رأيي واحد من أفضل أشواط دورينا حتى الآن، واحد من أفضل وأسرع أشواط دورينا.
في صافرة من عمار الجنيبي، خطأ لصالح إسماعيل الحمادي على هزاع سالم. وهنا طبعا ردة فعل جماهير النادي الأهلي، محاولة عن طريق للأمام ماجد حسن. ما تشعر أن في حلول كثيرة مع النادي الأهلي، ما تشعر. وحقيقة أنا لا زلت عند رأيي، رحيل جرافيتي مع تراجع مستواه النادي الأهلي يدفع ثمن ذلك. نعم، لأن جرافيتي كانت وقفته في الملعب يا أخي تعطيك خيارات، لأن حسابات المدافعين، وقفته في الملعب، اللاعب اللي كان من كرة عرضية واحدة ممكن ينهي لك مباراة ويغير لك مسار مباراة. الآن الفريق بلا مهاجم صريح، وبالتالي العمق الهجومي اللي نتكلم عنه ولله دور كبير جدا في عالم كرة القدم غير موجود مع فريق نادي الأهلي. ريبيرو الآن يحاول المرور، لاعب الذي بالفعل يأتي بأمنيات كبيرة، ولكنه حتى الآن في المباراة الثالثة على التوالي طبعا سجل هدف في مباراة الشارجة بعد ما شارك في مباراة كاملة أمام فريق نادي الشباب ولم يقدم الكثير. وهذه الكرة تلعب الآن ولا زالت، ولكنها تبعد من وحيد إسماعيل وتنقل وترسل للأمام. الشوط الأول من المباراة تعتقد أنه في الطريق للوصول إلى خط النهاية. خطأ يحتسب على وليد عباس في الكرة الماضية، خطأ بالفعل موجود لفابيو ليما. وصافرة حكم المباراة الإماراتي عمار الجنيبي أيها السيدات والسادة تأتي الآن وتعلن نهاية زمن الشوط الأول من هذه المباراة الجميلة. حقيقة في الشوط الأول نتيجة تقدم الفريق الأصفر نادي الوصل على مستضيفة فريق نادي الأهلي بهدف وحيد سجله فابيو ليما في الدقائق الأولى من عمر الشوط الحالي، الشوط الأول من هذه المباراة. السؤال الآن، هذا اللاعب اللي كلف إدارة النادي الأهلي 9 مليون يورو إيفيرتون ريبيرو، هل يعود ويعود معه النادي الأهلي في الشوط الثاني من المباراة، أم أن الإمبراطور الذي يقدم في اعتقادي واحدا من أفضل أشواطه في هذا الموسم يبقى مستمرا ويبقى متألقا في الشوط الثاني؟ كل الاحتمالات زميل رحيم. سيداتي أنساتي، سادتي مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، مرة أخرى هذه أجمل تحية مع بداية زمن الشوط الثاني من هذه المباراة. الشوط الأول من هذه المباراة من قمة الأهلي والوصل انتهت بتقدم الوصل بهدف نظيف، هدف سجل عن طريق اللاعب البرازيلي فابيو ليما في الشوط الأول من المباراة. والشوط الأول من المباراة الكل تابع بأن هناك أفضلية واضحة للفريق الأصفر على طبعا على من خلال الحديث هنا عن طبعا عن الوصول إلى المرمى وهدف المباراة للوحيد. ولك عزيزي المشاهد أن تتصور أن النادي الأهلي مثلا يعني الشوط الأول 45 دقيقة تقريبا كاملة ما وصل في فرصة حقيقية هدد فيها مرمى نادي الوصل في الشوط الأول. الشوط الثاني من المباراة، وطبعا لدينا في ما بين الشوطين بطبيعة الحال يعني في مدربين تكلموا بصورة كبيرة، المدرب المتقدم في الشوط الأول السيد كالديرون بطبيعة يعني يعلم بأن الأهلي سيرمي بكل أوراقه في الشوط الثاني من المباراة. وأعتقد بأن الوصل أجرى تبديل لأنني أشاهد اللاعب الحاضر في الشوط الثاني من المباراة الآن. أعتقد بأن عبد العزيز فايز ترك الملعب، نعم، وأعتقد كذلك بأن عبد الله محمد كاظم هو اللاعب اللي شارك في الشوط الثاني من المباراة خارج أرضية الملعب. أحمد خليل طبعا مشاركة كانت حاضرة منذ الشوط الأول في الدقائق الأخيرة. وهذا إسماعيل الحمادي خارج الملعب. الكرة الماضية إلى ضربة مرمى عن طريق يوسف الزعابي، عالية وللأمام من يوسف الزعابي الكوري الجنوبي كيون أكيونك. وحيد إسماعيل رمي التماس، هذا وحيد إسماعيل قائد فريق نادي الوصل، وهذا هو السيد أولاريو كوزمن. عندنا رمي التماس وعندنا شوط ثاني من المباراة وعندنا محاولات ستكون مستمرة ولن تتوقف إلا بصافرة النهاية. إصابة لفابيو ليما.
الأهلي يعني يبدو مسألة احتفاظه ببطولة الدوري صعبة يا كوزمن، بفارق طبعا النقاط الكثير جدا، نتكلم عن 13 نقطة عن المتصدرين، لكن عنده بطولتين، عنده ثلاث ألقاب لا زالت موجودة في الملعب. هذا الهدف اللي بدأ عبد العزيز فايز، العرضية المثالية الرأسية من فابيو ليما، هدف المباراة الوحيد، بدأ بصورة راقية وانتهى إلى شباك النادي الأهلي، هدف المباراة المسجل في الشوط الأول من المباراة. كما ذكرت عمليا لحظة فرحة كالديرون وفرحة أيضا حميد يوسف، حميد يوسف طبعا صديق الدرب لإسماعيل راشد في قيادة خط دفاع الوصل لسنوات طويلة، وفابيو ليما مصاب الآن. الفريقين بالنسبة لهم بطولة الدوري تبدو صعبة المنال، يلعبون طبعا فيما تبقى من بطولات الوصل، عندهم مسابقة كاس سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتالي بطولة يلعب عليها الوصل هذا الموسم، يعني أتحدث عن إمكانية الفوز فيها. الأهلي عنده ثلاث ألقاب لا زال يحاول فيها، الدوري صعب جدا كما ذكرت بفارق النقاط 13 الآن، لكن عنده مسابقة كاس سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة لا زال طبعا ولا زالت لم تلعب، وعندنا بطولة أندية آسيا، وعندنا أيضا مباراة السوبر المقترح لها يوم 27 مارس القادم أمام العين، طبعا بطل الدوري الأهلي وبطل الكاس هو نادي العين، ولقاهم المنتظر في مباراة السوبر الإماراتي. أسامة السعيدي، هذا أسامة السعيدي، وهذه الكرة الماضية الآن، وعندنا كرة تلعب للأمام، محاولة للكوري كيونغ، وصلت للسالمين خميس عن طريق وحيد إسماعيل، علي سالمين، محاولة للريبيرو، هذه جميلة، هذه خطيرة، أحمد خليل، كرة في مكان سليم، الكرة الماضية في مكان سليم لأحمد خليل، هذه الكرة بداها ريبيرو، لعبها جميلة، لكن أحمد خليل بهذه الصورة الآن يضع الكرة وين؟ يضع الكرة بعيد، يضع الكرة بعيد، كرة كانت في متناول النادي الأهلي أنه يعود، ولاحظ أنها هي الفرصة الأولى تقريبا الحقيقية الخطيرة للنادي الأهلي في مباراة هذا المساء. كرة الأمام 6 دقائق على زمن الشوط الثاني من المباراة. هذا الموسم الوصل تقدم 6 مرات، وعندما يتقدم الوصل لا يخسر هذا الموسم، هكذا تقول الأرقام. هذه الكرة لأحمد خليل في المكان السليم، يبدأ النادي الأهلي في الشوط الثاني بداية ممتازة، لكن الكرة الماضية طالت على وليد عباس، في أيضا احتكاك ما بين لاعبين في أرضية الملعب ما بين عبد العزيز هيكل ولاعب فريق نادي الوصل، وحقيقة دربيات دبي هذا الموسم، يعني دربيات مثيرة جدا، والمواجهات اللي فيها يعني الفوز الأفضل هذا الموسم في دربيات دبي تذهب لفريق نادي الشباب. لاحظ الكرة الماضية وما الذي حدث بعد ما كانت الكرة هجمة للنادي الأهلي، يعني في مواجهات أندية دبي فيما بينها في دربيات دبي المستفيد الأكبر فريق نادي الشباب، جمع 11 نقطة بعد 5 مباريات، جمع طبعا نقاطه من 11 نقطة وما خسر إطلاقا في أي مباراة تجمع الشباب في دربيات دبي. بعد ذلك نادي النصر عنده 5 نقاط في دربيات دبي، وبعد ذلك نادي الأهلي ب3 نقاط، والأقل حتى ما قبل مباراة اليوم نادي الوصل اللي عنده نقطتين في تعادلين في مبارياته أمام أندية دبي. هذه محاولة النادي الأهلي في الشوط الثاني، صورة أفضل، خطورة أوضح، هذه كرة تنقل لريبيرو في المكان السليم، لا والله ما كانت في المكان السليم، طويلة على إسماعيل الحمادي، وبالتالي تصل بهذه الصورة للأمام. هذا هو اللاعب ريبيرو، ولا زال الأهلاوية ينتظرون الكثير من ريبيرو،
ولا زالت الأمور حتى الآن في ثالث مباراة لريبيرو، فوز على الشارجة في هذا الملعب بهدفين نظيفين، والخسارة في ديربي دير أمام الشباب بهدف نظيف. وحتى الآن المشاركة الثالثة لريبيرو إيفرتون، الخسارة أمام الوصل بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دوري الخليج العربي. عالية وللأمام، محاولة قائمة، هذا ريبيرو أرسلها في المكان السليم، وأحمد خليل حاول في الكرة الماضية ولا زالت قائمة، والأهلي أخطر في الشوط الثاني من المباراة. صافي أيضا على وجود خطأ، هوغو فيانا لاعب البرتغالي لكن ما لعب لا لبورتو ولا لا لبنفيكا، وإنما لعب للفريق الكبير الآخر اللي ربما يأتي ثالثا من حيث الشعبية في البرتغال بعد بنفيكا وبورتو. والحديث عن سبورتنج لشبونة البرتغالي لديه تجربة كبيرة في كرة القدم الأوروبية، لعب في نيوكاسل الإنجليزي ولعب في فالنسيا الإسباني ولعب في أوساسونا في إسبانيا، ولكنه يأتي للمرة الأولى للمنطقة العربية من بوابة النادي الأهلي، ومن بوابة النادي الأهلي يذهب أيضا لأن يلعب في مباراة اليوم للوصل الإماراتي. لاحظ هنا رد فعل جماهير النادي الأهلي، والأهلي في الشوط الثاني بالفعل خطير، والعرضية خطيرة بالرأس من الحمادي، بالرأس من الحمادي، الكرة الماضية، المرور لأسامة السعيدي، والعرضية والرأسية لإسماعيل الحمادي، محاولة خطيرة أخرى للنادي الأهلي. كنا نتكلم على أن النادي الأهلي شوط كامل بلا فرص، الشوط الثاني من المباراة الآن ونحن عند الدقيقة العاشرة أو التاسعة تقريبا، الأمور الآن عند كرتين خطيرتين جدا، كرة لفريق نادي الوصل عالية وللأمام، وفابيو ليما وحارس المرمى ماجد ناصر. طبعا نتذكر بأن ماجد ناصر تم إيقافه ل 17 مباراة بعد لقاء الفريقين في كأس الاتصالات في 2012 بعد حادثة طبعا اعتداء على كيكي فلوريس مدرب فريق النادي الاهلي، وكان يومها طبعا حارسا لفريق نادي وفي انذار على ياسر سالم. طبعا بعد ذلك كيكي فلوريس طبعا صار مدربه، والكل يتذكر بان ماجد ناصر مباشره بعد تلك الحادثه اعتذر لمدربه السيد كيكي فلوريس، واصبحت الامور في طي التاريخ في علاقة ماجد ناصر ومدربه السابق كيكي فلوريس الذي فاز مع فريق النادي الأهلي بمسابقة كأس سيد حضرة صاحب السمو رئيس الدولة. هزاع سالم أبعد الكرة الماضية إلى ضربة ركنية، النادي الأهلي أخطر، الشوط الأول الوصل أخطر، الشوط الثاني الخطورة للنادي الأهلي وريبيرو إيفرتون ريبيرو على تنفيذ الضربة الركنية عالية وللأمام الآن، إبعاد من حسن زهران، هذا حسن زهران، البعض يقول بأنه يعني يقلد بالوتيلي لكن مدافع عملاق يحضر في الكرات العالية بشكل جيد، علينا ويهدأ في بعض الألعاب لأن ذلك يكلف فريق السابق الظفرة مثلا والفريق الحالي فريق نادي الوصل بعض حالات الطرد. هذه الكرة تلعب الآن للأمام من ماجد حسن، وصلت للوصل الآن ونقلت للأمام ومرتدة للاعب اللي عنده الكرة الآن واللي هو إدرسون، لكن ما وصلت في اللاعب الذي كان ينتظر الكرة الماضية بديل عبد العزيز فايز. والحديث هنا عن اللاعب عبد الله محمد كاظم، أسامة السعيدي حالة تسلل أعتقد ما فيها تسلل، في احتجاج كبير، والمساعد الثاني حسن أحمد الحمادي، خلونا نشوفها بالإعادة، لا ما تبين بالإعادة من هذه النقطة بالذات، ما تبين، تحتاج لقطة من زاوية أخرى حتى نستطيع، احتجاج كبير من جانب أسامة السعيدي المغربي، عالية من سالمين خميس، ريبيرو وسط الملعب عن طريق اللاعب الممتاز علي سالمين، محاولة من ماجد حسن في تسلل على أحمد خليل، 12 دقيقة على زمن الشوط الثاني، هذا المساعد اللي يرفع الراية على حسن أحمد الحمادي ويرفع الراية الآن، والراية في المرة الثانية القرار سليم على أحمد خليل، لقاء النادي الأهلي القادم أمام عجمان
وراح تكون المباراة في عجمان. لقاء الدور الأول تعادل الأهلي وعجمان بدون أهداف في هذا الملعب، وعجمان اليوم تعرض إلى خسارة كبيرة جدا أمام العين بسبعة أهداف لهدف. أنا ما أدري ليش إدارة عجمان قالت فتح الجبال كجودة، يعني نتائج معاه ما تحسنت. يعني الرجل أوكي جلس مع الفريق تقريبا 45 يوم، غيروا بعض الأجانب لكن الأمور ما تحسنت. خسارة أمام الجزيرة بثلاثة، تعادل مع الضفرة أوكي 1-1 وكان متأخر، واليوم يخسر أمام الحين 7-1. أعتقد أن هي ثاني خسارة بالسبعة، لأن الفجيرة خسر أمام بنياس أيضا في ملعبه بسبعة أهداف، وبالتالي نتائج كبيرة تحضر في دوري الخليج العربي في طبعا هذه في هذا العام. هنا محاولة قائمة الآن، خطأ على الكوري الجنوبي لاعب كيونغ وحكم المباراة عمار الجنيبي، والصافرة لصالح اللاعب عبد الله محمد كاظم بديل عبد العزيز فايز في الشوط الثاني من المباراة، بينما في الشوط الأول من المباراة النادي الأهلي أجرى تبديله الأول بإصابة بعد إصابة لويس خيمينيز وإدخال اللاعب أحمد خليل. ريبيرو أحمد خليل ومتابع من جانب حسن زهران، هذه الكرة للأمام ما فيها تسلل، فرصة للنادي الأهلي، فرصة جول، فرصة جول، جول، أوه. كيف باعت يا السعيدي؟ مستحيل، هذه بتضيع، لكن عن جد كيف باعت؟ شوف فرصة ريبيرو، ريبيرو نظر للزميل والزميل موجود، والمدافع المدافع الوصلاوي المدافع الوصلاوي في الكرة الماضية طبعا في اللحظات الأخيرة أبعد الكرة من أمام أسامة السعيدي، لكن الأهلي أخطر في الشوط الثاني، الأهلي أخطر، الأهلي أفضل، والأهلي الآن عنده ضربة حرة مباشرة. إسماعيل حمادي خطأ، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة في الكرة الماضية، ريبيرو أرسلها في المكان السليم، وبعد ذلك أسامة السعيدي تأخر شوي، تباطأ قليلا والكرة من أمامه تبعد. بعد ذلك عندنا خطأ، ضربة حرة مباشرة في ضغط واضح من جانب فريق النادي الأهلي. هذا هو اللاعب اللي سجل هدف، هو اللي أبعدها فابيو ليما، يعني سجل في هذه في هذا المرمى وانقذ هدفا مؤكدا للنادي الاهلي ايضا في نفس المرمى، المرمى اللي الان النادي الاهلي عنده ضربه حره مباشره. مرت ساعه كامله من اللعب المستمر ومتبقي نص ساعه ايها السيدات والساده، في كل مكان الاهلي يرمي بكل اوراقه الان للامام وكل محاولاته للامام، والكره الماضيه من جانب احمد خليل سهله في متناول حارس المرمى. إصابة لويس خيمينيز، شايف الكرة الماضية، محاولة عند وليد عباس وصلت إلى ماجد حسن، نقلت لكيونغ الكوري الجنوبي ماجد حسن الدوري الإماراتي. سالمين خميس، عبد العزيز هيكل إلى عيسى أحمد سانتو، وليد عباس، ريبيرو يحاول أنه يصنع محاولات فريق النادي الأهلي، والمحاولات تبدو خطيرة في الشوط الثاني. هوغو فيانا للأمام، نقل الكرة ولكنها طالت، ضغط مستمر من جانب لاعبي النادي الأهلي ودفاع مستميت، ولاحظ الكرة الماضية اللي فابيو ليما، فابيو ليما في لحظة أن كان السعيدي يحاول انه يرسل الكره في الشباك، هو اللي حط قدمه، هو اللي ابعد وانقذ مرمى الوصل من هدف كاد ان يكون محققا في الكره الماضيه عن طريق ريبيرو. المحاوله سهله عند يوسف الزعابي حارس مرمى فريق الاهلاويه، ورده الفعل وحاله الترقب الان في الشوط الثاني من المباراه. كما ذكرت
آخر زيارة ناجحة للوصل لهذا الملعب تعود إلى عام 2011-2001. جوندا ويوسف محمد المدافع اللبناني بالخطأ مقابل هدف لنادي الأهلي عن طريق جرافيتي. وكأن الجمهور يعني وكأن جرافيتي الآن يعني وهو في قطر ربما يتابع المباراة الآن عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وربما يقول في قرارة نفسه وفي الليلة الظلماء يا النادي الأهلي يا فريق المفضل، لأن الدموع كانت كبيرة والدموع كانت غزيرة والدموع كانت مؤثرة عندما خسر النادي الأهلي وعندما رحل عن النادي الأهلي أسامة السعيدي. الآن يتقدم وأسامة السعيدي يرسل الكرة في المكان الآخر وأسامة ومحاولة عن طريق الحمادي، كرة خطيرة للأمام وحالة تسلل، حالة تسلل على إسماعيل الحمادي. حسن أحمد الحمادي هو الذي يكشف طبعا مهاجمي النادي الأهلي وكان قد أشار إلى وجود حالة تسلل، ولاحظ الطفل الأهلاوي الصغير الذي كان يناظر وكان يتمنى أن تكون الأخبار جيدة في الشوط الثاني من المباراة. حتى الآن نعم هنالك ضغط واضح من جانب لاعبي النادي الأهلي، ولكن حتى الآن الأمور لا زالت منذ الشوط الأول الوصل لا زال متقدما بهدف، والوصل الآن عند الكرة للأمام، محاولة من إدرسون عالية خطيرة، جول ثاني للإمبراطور، هدف ثاني للإمبراطور. العرضية في ظل ضغط واضح من جانب الأهلي، مرتدة ناجحة، مرتدة تأتي بخبر سعيد للوصل، يتقدم الوصل بهدفين نظيفين. هدف ثاني، شوف فابيو ليما بدأ الكرة الماضية والعرضية، بعد ذلك تأتي الكرة في الشباك، الكرة في الشباك من عبد الله محمد كاظم البديل، اعتقد في مدافع النادي الأهلي، في المدافع صدت في مدافع نادي الأهلي، وصلت بعد ذلك إلى شباك ماجد ناصر، والوصل يتقدم الآن بهدفين نظيفين. عبد الله محمد كاظم طبعا الهدف سجل باسمه لأنه كان موجود وكان قريب وكان مشارك مع مدافعي نادي الأهلي، وهنا جماهير نادي الوصل سعداء كل السعادة. هدف الشوط الأول وهدف الشوط الثاني، ولا يدري شو السالفة صغيروني، لكن يعني مع فرحة الأبو، مع فرحة الله يخليه إن شاء الله، يكبره إن شاء الله وينجحه أولا في دراسته وفي طاعة والديه وفي طاعة ربه، ويكون من الناجحين ويكون من اللاعبين المرموقين، وربما يخدم أيضا الكيان الكبير نادي الوصل. والوصل يقدم في اعتقادي واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم على مستوى الهجوم، سجل هدفين، على مستوى الدفاع الفريق لا زال متماسك، على مستوى الجماعية يقدم مباراة ممتازة، على مستوى اللياقة البدنية الفريق لا زال يقاتل في أرضية الملعب، وبالتالي الوصلاوي الإمبراطور يقدم في اعتقادي شخص المتواضع مباراة أفضل هذا الموسم. هذه الكرة للأمام، وأنا ذكرت حقيقة المعلومة اللي ما كملتها واللي تقول بأن الوصل تقدم هذا الموسم 6 مرات تقدم الوصل هذا الموسم. عندما يتقدم الوصل في 6 مرات فاز، يعني انتهت مبارياته 5 مرات بالفوز وتعادل مرة واحدة، وهذا يعني بأن الوصل عندما يتقدم لا يخسر. يعني ما حدث أنه تقدم مثلا بهدف وفي نهاية المباراة خسر المباراة، ما حدث أبدا. لما يتقدم يكون عنده 5 فوز وتعادل 1 فقط، وبالتالي الآن متقدم. وفي المقابل، وهذه الإحصائية اللي تخوف الأهلاوية، عندما يتأخر النادي الأهلي يا جمهور الأهلي، الأهلي لا ينجح في الفوز. 67 دقيقة متابعينا الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية،
ومجتمعين عبر صوت الملاعب. الأمور في الشوط الأول عند هدف للوصل، والأمور في الشوط الثاني عند هدف آخر للوصل، وبالتالي الوصل متقدم خارج أرضه على النادي الأهلي بهدفين نظيفين. ريبيرو وأحمد خليل، أعتقد أحمد خليل الأقرب لأن محتاج القوة، أعتقد ريبيرو بالقدم اليسرى ممكن، لكن أحمد خليل الأقرب الأقرب، ويوسف الزعابي نعم يتألق في إبعاد الكرة الماضية. يوسف الزعابي كرة إلى ضربة ركنية، لاحظ الكرة الماضية اللي ملعوبة بشكل جيد عالية وللأمام، إبعاد الكرة الماضية، كرة لفريق النادي الأهلي. يعني ما يكفي مثلا انك تكون الفريق الافضل استحواذا على الكره، وهذا عبد العزيز هيكل الدولي الاماراتي، عاليه وللامام، لكن عن جد يعني افضل قرار عملته اداره حبيب الفردان سيكون البديل القادم للسيد اولاريو كوزما. حلول الاهلي هجوميا محدودة جدا جدا جدا، ولا زلت عند رأيي التفريط وترك جرافيتي يرحل خطأ، يعني ربما بدأ النادي الأهلي في دفع ثمن ذلك، وأعتقد أن يعني لأن الأهلي خلاص ما أعتقد عنده تبديلات قادمة. خروج ماجد حسن، وهذا التبديل اللي ربما أشار له الكابتن خالد بيومي، ودخول اللاعب اللي طالب ايضا خالد بيومي بدخاله وهو حبيب الفردان. وبالتالي يعود ريبيرو الان، هنا محاوله عاليه وللامام، كره لفريق النادي الاهلي الذي الان يتقدم للامام، يتقدم للامام. طبعا يعني اكيد ان اداره النادي الاهلي ادرى بفريقه، واكيد ان اداره النادي الاهلي يعني جلست مع السيد كوزما، ما في شك في ذلك، والاكيد ان كل قرار كان مدروس. لكن بالنسبه لنا نحن يعني كمعلقين كاعلام، بالنسبه لنا سوء في 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 نتائج في الملعب، في تراجع مخيف للنادي الاهلي في خط هجوم الان، يعني كان مرعب ولكنه ما عاد كذلك الان، لان يعني تتصور الان المهاجم الوحيد الصريح احمد خليل. احمد خليل في دوري، احمد خليل عندك دوري ابطال اسيا، احمد خليل عندك ايضا يعني موسم لا زال طويل. في الكره كانت عاليه خارج ارضيه الملعب 70 دقيقه، هذا اطلاقا لا يقلل من التالق الواضح للامبراطور هذا المساء، تألق لافت، مباراة كبيرة في اعتقادي هي الأفضل لفريق نادي الوصل تلعب هذا المساء. لأحمد خليل محاولة العودة للأمام، والتمريرة ما كانت جيدة، الآن مرتدة، لاحظ الآن العمل على المرتدات، العمل على المرتدات من إيدرسون لكايو كايو كوريا، محاولة باتجاه إيدرسون منقولة وأبعدت وعادت مرة أخرى، يا سلام من جانب فابيو ليما لياسر سالم، هذا فابيو ليما أرجنتيني مدرب الوصل، لكن عنده ثلاثة برازيليين وعنده برتغالي، عادة المدرب من نفس البلد يجيب لعيبة من بلاده، وآخر أرجنتيني درب الوصل بطبيعة الحال هو الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. وأذكر تصريح مارادونا الأول عندما وقع مع إدارة نادي الوصل، وقال أنني جئت للوصل للفوز بالألقاب والبطولات، ولم آتي للفسحة في دبي وللاستمتاع بجمال مدينة رائعة كدبي. ومرت الأيام وأقيل دييغو أرماندو مارادونا، وما جاءت البطولات للوصل، ولا زالت البطولات غائبة حقيقة بعد رحيل دييغو أرماندو مارادونا، لكن الاستقرار هذا ما نطالب به دائما. من كان بطل كأس العالم الماضي؟ ألمانيا أكيد، الكل بيقول لي ألمانيا. طيب وين الجديد؟ الجديد أن من مدرب ألمانيا؟ يواكيم لوف. كم سنة صار له مدرب لمنتخب المانشاف؟ من عام 2006، وكان مساعد طبعا قبل ذلك مع يورجن كليزمان. فبالتالي الاستقرار
الاستقرار، واعتقد ان افضل قرار لاداره الوصل بتمديد التعاقد مع السيد جابرييل كالديرون حتى عام 2017. بعد السنه الجايه والله يقول لك انا مدرب، وبالتالي عندي نظرتي للاعبين المواطنين، عندي نظرتي للاعبين الاجانب. وهذه كره لحبيب الفردان، محاولة قائمة الآن لفريق النادي الأهلي المتأخر بهدفين نظيفين عالية للأمام. على الطريق الآن إسماعيل الحمادي، وليد عباس، إسماعيل الحمادي. تكون خسارة ثانية على التوالي وتكون رقم خمسة هذا الموسم مثلا لفريق النادي الأهلي، الفريق اللي بدا الدور الاول بالفوز على الشارجه والخساره امام الشباب، وبعد ذلك الفوز على الوصل. يعني بعد ثلاث جولات من المرحله الاولى في الدور الاول الوصل كان عنده ست نقاط، الان بهذه الخساره ثلاث جولات بعد المرحله الثانيه الفريق عنده ثلاث نقاط، وبالتالي الى تراجع عكس الوصل. بدا الدور الاول طبعا التعادل مع الضفرة في ملعبك متقدم بهدفين، وهي المباراة الوحيدة اللي تقدم فيها الوصل وما فاز في الموسم كله، لما تقدم على الضفرة 2-0 وبعد ذلك الوصل تعادل في الدور الأول بطبيعة الحال، لكن كل المباريات الأخرى اللي فيها الوصل يتقدم كان هو الفريق اللي ينهي المباراة فائزا، وحتى الآن متقدم أيضا للمرة السابعة هذا الموسم. 74 دقيقة، 16 دقيقة أخيرة مشاهدين الكرام متابعين عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، بعيدة من جانب اللاعب فابيو ليما، هذا فابيو ليما، وهذا إيدرسون، وهذا كالديرون. مباراة رقم 48 في طبعا كرة القدم الإماراتية، أرقام عنده حتى الآن 21 فوز 11 تعادل و16 خسارة، طبعا هي أرقام مع بنياس والآن مع الوصل. هذا حبيب الفردان، هذه مواجهته الرابعة مع السيد كوزمن، كل مدرب فاز على الثاني في مباراة، وتعادل مرة واحدة، وبالتالي المواجهة الرابعة تعطي تفوق ثاني لكالديرون على السيد كوزمن. محاولة عن طريق اللاعب بالفعل فابيو ليما، عبد الله محمد كاظم، تعود لحبيب الفردان، لعبد العزيز هيكل. ما في عنصر مفاجأة من فريق النادي، كرة تقليدية تماما يلعبها النادي الأهلي، وبالتالي يعني هذا يسهل ايضا قراءة فكر اللاعب اللي عند الكرة او فكر اللاعب اللي ينطلق بدون كرة من جانب الفريق الآخر. فريق نادي الوصل انضباط كبير جدا في مباراة اليوم، لاحظ الانضباط الكبير، ما في تهاون، الفريق متقدم خارج أرضه بهدفين نظيفين، مع ذلك الانضباط لا زال موجود. المحاولة للأمام والكرة بعد ذلك إلى حالة تسلل على إسماعيل الحمادي، هذا الحمادي. عبد العزيز صنقور معانا في الصورة الآن، مكان وليد عباس، وليد عباس يترك الملعب، وعبد العزيز صنقور هو البديل بالنسبة له. عبد العزيز صنقور مكان وليد عباس، دولي مكان دولي. خارج الملعب، شايف الكرة الماضية والحمادي، نعم متسلل. حمادي اليوم يعني كثير التسلل، زي مثل انزاجي مع ميلان زمان. لكنها مباراة جيدة، مباراة جيدة. هذا هو اللاعب الممتاز أكايو كوريا، ضربة حرة مباشرة لفريق نادي الوصل. هل هي المباراة الأفضل للوصل هذا الموسم؟ في اعتقادي نعم، في اعتقادي نعم. متقدم بهدفين على فريق النادي الأهلي. هوغو فيانا يلعب مباراة كبيرة أمام فريق السابق، ضربة حرة مباشرة
الآن والكرة تلعب للأمام وهذه خطيرة، وماجد ناصر على مرتين، ماجد ناصر على مرتين في إبعاد الكرة الماضية بالفعل. كرة تعود الآن، وصلت لي حبيب الفردان عن طريق الكوري كيونغ البديل عبد العزيز صنقور للأمام لأسامة السعيدي. أحمد خليل للأمام، ولكن إبعاد ممتاز من جانب وحيد إسماعيل. لا زالت لي النادي الأهلي عن طريق اللاعب اللي عند الكرة أسامة السعيدي. تعود للخلف عبد العزيز صنقور لعيسى سانتو، نقلت لعبد العزيز هيكل، ممكن يسدد، فكر في ذلك ولكنه بعد ذلك غير رايه، ارسلها للحمادي، نقلت لعبد العزيز هيكل للخلف الان. حبيب الفردان يملكها النادي الاهلي عن طريق كيون. حبيب الفردان هنا محاوله قائمه الان وللأمام، والكرة بعد ذلك لحبيب الفردان، نقل الكرة في المكان السليم، هذه خطيرة وحالة تسلل على ما يبدو. نعم، حالة تسلل على ما يبدو. شايف الحمادي، والحمادي بالمناسبة ضد الوصل يعني لديه عدد أهداف بلغ ثلاثة، أولها 2009 عندما فاز فريق 3-2 في هذا الملعب بدقيقة 45، ثانيها في 2012 عندما اكتسح النادي الأهلي الوصل 6-2 في هذا الملعب، وكانت في الشوط الثاني عند الدقيقة 71، وثالث الأهداف كانت في أيضا هذا الملعب في 2013 لما فاز النادي الأهلي على الوصل 4-0 وكانت عند الدقيقة 75، وبالتالي كل أهداف الثلاثة كانت في هذا الملعب وكلها سجلت أيضا في مرمى الوصل 2 في الشوط الثاني، وهدفا كان في الشوط الأول في لقاء الفريقين أو في لقاءات الفريقين الماضية. هذه كرة تلعب الآن الأمام، يعلم فريق الوصل بأن الأهلي سيندفع بكل خطوطه للأمام، ولذلك يعلم كذلك بأن هناك الكثير من الأماكن الخالية الشاغرة اللي بالإمكان أيضا أن يأتي منها مثلا وأن يسجل هدف ثالث. إن فعل ذلك في مباراة الليلة فهذا يعني بأن الإمبراطور سيضمن النقاط الثلاث بلا منازع. هذا الحمادي، لكن شوف الغائبين الراحلين مثلا اللي عندهم علاقة وطيدة بشباك جرافيتي عنده 7 أهداف، أحمد خليل اللي شارك في الشوط الثاني عنده 4 أهداف، خيمينيس اللي غادر فيما بين الشوطين مصابا أو في الشوط الأول عنده 7 أهداف. صعب أنك تغير جزء كبير من الفريق وتنافس تنافس خاصة في بطولة الدوري، ممكن في مسابقة قصيرة الأجل مثل كأس ممكن هذه محبة. الله الله، هدف الموسم يا ليما، أجمل أهداف دورينا ليلة الوصل هذه، ليلة الوصل هذه الليلة، لكن بأجمل أهداف دورينا يبصم بالنقاط الثلاث ويضع كوزمن والأهلاوية في حيرة كبيرة جدا. شوف الكرة، شوف الهدف الأجمل، شوف الهدف الأجمل. الله 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 الله، فابيو ليما، فابيو ليما يسجل أجمل أهداف دورينا ويضع، شوف 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 الغضب الكبير، الغضب الكبير والفرح الكبير، بالتالي الغضب الكبير عند الأهلاوية والفرح الكبير عند الوصلاوية. صارت 3-0، صارت 3-0، 3-0 لفريق نادي الوصل، والوصل بالفعل يلعب مباراة المثالية هذا الموسم، ويضع النادي الأهلي في هذه الحيرة الكبيرة جدا.
لكن هدف كله روقان. كان رايق فابيو ليما. هو من يوم ما 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 ما, ما عطى الطفل الصغير في مباراة ليون الجاكيت لأن بردان وهو متألق فيه. لكن المباراة الأفضل للوصل وأسئلة كثيرة حقيقة. لا زالت الأسئلة مستمرة فيما يتعلق بهوية النادي الأهلي، شخصية البطل الغائبة. وأنا قلت في مباراة الشباب في تداخلي مع الزملاء مع خالد بيومي ومع زبير بيا في الاستوديو، أنا قلت عندما تغير عناصر مهمة جدا في الفريق في منتصف الموسم، هل تكون بعد ذلك قادرا على الفوز بالبطولة؟ لأن الكل يعلم بأن النوايا النادي الأهلي ليست المركز الثاني وإنما فقط الفوز بالبطولة. رحيل جرافيتي، رحيل بشير سعيد، الاستغناء أيضا عن اللاعب لم يقدم الإضافة اللي هو طبعا أرادوي بطبيعة الحال. لكن ثلاثة أشياء، الوصل، المباراة الأفضل بالنسبة لهذا الموسم حتى الآن. كرة الأمام، محاولة قائمة وفيها سرعة كبيرة وفيها المرور وفيها خطأ على المدافع كايو، مزعج. واليوم حقيقة كل اللاعبين البرازيليين وحتى هوغو فيانا البرتغالي مباراة ممتازة. شايف سياو، كل ما كانت أزمة النادي الأهلي كبيرة كل ما كان مخرج النقل في كل المباريات يأتينا بصورة سياو. هذا إدرسون البرازيلي الذي طبعا هنا يطلب من الجماهير الوصلاوية، والوصل مع كالديرون مختلف تماما. الوصل الآن إلى النقطة رقم 22 وبالتالي على بعد نقطة فقط من فريق النادي الأهلي. تراجع كبير في أداء النادي الأهلي، في انذار على سلمين خميس في مباراة الآن تصل إلى الدقائق الخمس الأخيرة. ضربة حرة مباشرة، كرة من جانب أيضا سالم سعود اللي شارك في الشوط الثاني من المباراة. يصل الآن فريق نادي الوصل في مجموع نقاط أمام أندية دبي إلى خمس نقاط، نفس رصيد نادي النصر، بينما بأربع نقاط يصبح في المركز يعني رابعا فريق نادي الأهلي في مواجهات أندية دبي، فيما بينها 11 نقطة كاملة لفريق نادي الشباب. ولاحظ أن بعض جماهير أو العديد من جماهير النادي الأهلي بدأت الآن في المغادرة. الأمور عند الدقائق الخمس الأخيرة، ثلاثية نظيفة لفريق نادي الوصل عن طريق الكوري كيونغ. البداية ما كان يتمناها الكوري الجنوبي أنه يبدأ مباراة الأولى أمام مع فريق الجديد ويخسر في ملعبه بثلاثية نظيفة. وهذه كرة الآن الأمام، وهذه محاولة خطيرة، فرصة للأمام ومحاولة قائمة، ولكن بعد ذلك يوسف الزعابي يتدخل في الكرات الماضية. هذه الخسارة الثالثة لكوزمن أمام فريق الوصل في مباراة رقم 11. عند قبل هذه المباراة 7 فوز، تعادل 1، خسارتين، الآن يصل إلى الخسارة الثالثة. وفي فبراير هذه في آخر 3 مواجهات كانت هناك أفضلية للأهلي في مبارتين مقابل فوز للوصل، 3-1 للوصل في هذا الملعب. أندرسون مع عيسى علي مع أوليفيرا، وكان ذلك في 2007 بينما سجل للنادي الأهلي فيصل خليل في آخر خطيرة. جول تاريخية، 4-0 للوصل. كبيرة كبيرة للوصل وكبيرة على النادي الأهلي، 4 أهداف نظيفة
اللقاء وكرة في مقتل، كرة في مقتل، وبالتالي تصل الأمور إلى رباعية الآن، وتصل الأمور إلى فوز مستحق للوصل على النادي الأهلي برباعية نظيفة. شوف كرة القدم، لأن أسامة السعيدي لو سجل من الفرصة السهلة جدا كانت الأمور راح تكون 1-1 وممكن تكون منعطف في المباراة، لكن هذا كله لا يلغي التفوق الواضح للوصل في مباراة اليوم. إجمالا المباراة في 90 دقيقة، الوصل الإمبراطور يقدم المباراة الأفضل هذا الموسم، وبالتالي يستحق الرباعية، ورباعية حقيقية يا كوزمن تضع الكثير من علامات الاستفهام. انت تشعر ان في شيء غلط في الاهلي، تشعر ان في حاجه غلط في النادي الاهلي. الموضوع مو فقط جرافيتي، لان جرافيتي كان موجود مع الفريق وكان يلعب وكان سلبي في بعض المباريات، انا اتكلم عن حاله عامه، ليس هذا هو النادي الاهلي. وعاده يعني اوكي فرق مثلا في تبديل اسماعيل الجسمي القادم من الجزيره مكان وحيد اسماعيل، فريق مثلا يكون بطل الدوري السنه الماضيه اللي بعدها ما ياخذ بطوله الدوري، لكن ما يتراجع بهذه الصوره المخيفه جدا. تدفع 9 مليون يورو في لاعب ياتي الان ولا يقدم الاضافه الكبيره التي تتوازى مثلا مع هذا المبلغ الكبير. هذا سؤال ايضا يطرح بطبيعه الحال ليس مني وانما من جماهير النادي الاهلي. التعاقدات هل كانت تخدم الفريق؟ هل كانت تضيف للفريق؟ الصوره المقدمه حتى الان تقول لا، تقول عكس ذلك. لكن اعود واقول ان ما نقوله حتى الان، ما نقوله حتى الان لا يقلل اطلاقا من ان الامبراطور يلعب مباراته الافضل، ليس فقط في هذه السنه وانما منذ سنوات، من سنوات يعني من سنوات شخصيا ما شفت الوصل بهذه، وصل شرس، وصل منظم، وصل مقاتل، وصل فعال، وصل يصل ويسجل 4 أهداف كاملة في شباك النادي الأهلي وفي استاد راشد. هدف في الشوط الأول، 3 أهداف كاملة في الشوط الثاني من المباراة. وكالديرون كأنه يريد أن يشكر إدارة نادي الوصل على التجديد معه ل 2017. انتهت طبعا الدقائق 90 ونلعب الان على الوقت المحتسب بدل الضايع والمقدر من جانب حكم المباراه عمار الجنيبي. عمار الجنيبي في اللحظات الاخيره من عمر هذه المباراه الان، والوصل بحقيقه هذه النتيجه الكبيره جدا، واخر مره فاز الوصل على الاهلي ب4 أهداف في 2007 بالكاس، بالكاس لا 2011 عفوا مع مارادونا، عفوا دييغو، اي نعم 2011 بالكاس مع دييغو ارماندو مارادونا لما سجل اوليفيرا هدفين ودوندا هدفين، وبالدوري اخرها 2004 لما سجل فرهاد مجيدي و احمد فيروز وعبيد جمعان واللاعب الايراني واحدي مع المدرب البرازيلي أرثا. آخر 4-0 في الدوري 2004 وآخر 4-0 كانت في الكاس مع دييغو أرماندو مارادونا في عام 2011. ودقائق الثلاث المحتسبة مرت 1.5 دقيقة وباقي 1.5 دقيقة، ولكن يعني الأمور أصبحت واضحة وصريحة، فريق نادي الوصل برباعية وبالمباراة الأفضل هذا الموسم. هذا إيدرسون، محاولة لفريق الوصل إلى فابيو ليما، فابيو ليما،
في اعتقادي يستحق ان يكون رجل المباراة. لو يعني قدر لنا ان نختار رجل المباراة في اعتقادي بان حتى زملاء نيكولا فينتولا وخالد بيومي لن يختلفا معي في ان فادي وليما هو رجل المباراة. سجل الهدف الأول الذي فتح الطريق للوصل للفوز، وتذكروا أنه من منع الهدف المحقق لأسامة السعيدي، وهذه كرة الآن للحمادي وضربة حرة مباشرة ربما هي الفرصة الأخيرة لهدف شرفي للنادي الأهلي في مباراة هذا المساء. خطأ على إسماعيل الجسمي المعار، إسماعيل الجسمي المعار من فريق نادي الجزيرة. ضربة حرة مباشرة، الخسارة الخامسة للأهلي هذا الموسم، تراجع كبير. ضربة حرة مباشرة، الوقت المحتسب بدل الضايع انتهى، واعتقد بان حكم المباراه عمار الجنيبي بعد اللعبه مباشره سيعلن عن نهايه احداث المباراه وعن الفوز المستحق للوصل. ضربه حره مباشره، الريبيرو على التنفيذ، احمد خليل على التنفيذ، واحد من الاثنين، الكره ملعوبه ولكنها بعيده وصافره النهايه، وعلامات الذهول في نظر المدرب السيد اولاريو كوزمن. خساره كبيره للنادي الاهلي وفوز كبير مستحق لنادي الوصل في مباراة جميلة قدم فيها الفريقين، مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة، الإجادة، التألق، التفوق، البروز، كل ذلك كان لفريق نادي الوصل، وعلامات الاستفهام الكبيرة تطارد كوزمن وتطارد النادي الأهلي، وهذا التراجع الكبير. هذا في اعتقادي رجل المباراة فابيو ليما، الرجل الذي كان نقطة التحول الكبيرة في الفوز الكبير والمستحق للإمبراطور في ديربي آخر من ديربيات دبي المثيرة. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الأمسية. الآن العودة إلى الزملاء في استوديو قنوات أبوظبي الرياضية، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.